الصويره شي قدام الملك ديما تنشوفو وتنبوسو عرفتي وفي ريحه واحد الريحه فيه وحق الله الا ريحه عشا الملك. السلام عليكم مرحبا بكم خوتي صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم راني جايب لكم فيديو يطبطق على الناس اللي هوك. ننصحكم باش تابعوا معنا الفيديو حتى نهايه غادي تشبعوا بالضحك خوتنا. ما فهمتش انا نقول لكم الناس اللي هوك ولوا العصر الجاهليه ولا هما اصلا راهو في العصر الجاهليه، ما فهمت والو خوتي. المهم تبعوا الفيديو حتى نهايه غادي تفهموا كل شيء وغادي تشبعوا بالضحك كما قلت لكم. ما تنساوش غير لايك وبارطاج، واللي ماش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس. قبل ما نبداو في هذا الفيديو نتمنى منكم كامل الاشتراك في القناه، اللي ماش مشترك يشترك وفعل زر الجرس ولي لايك والبارطاج. طلعوا لنا هذا الفيديو ودعموا خوتنا. خلونا نبداو بسم الله. فهمتش انا العياشه باش راهم يخمو. كان يصلي خوتي من الصلاه ناديرت ما تحا ما سلم ناديرت خوتي يرقص. لا حول ولا قوه الا بالله. ها قلت لكم بلي هما ما يعبدوش ربي، يعبدو ميميسيس. عاش لي ما تهلي باش لولم، راهم ناسين الله سبحانه اللي خلقهم ويبوس وركعوا قول عاش. زيدوا تبعوا عاودوا عاودوا شوفوا خوتنا. درك هادو الناس تحاور معاهم وتتكلم معاهم، لا حول ولا قوة الا بالله. كان يصلي كان راكع ربي سبحانه ناض يرقص ديريكت، ما تاحى ما سلم ما والو، ديريكت ناض خوتي يرقص. هذه هي مملكة أميرة المؤمنين. مهم لي لايك وزيدوا تبعوا. شوفوا الجزائر، شوفوا القوة الملكية. عياشي مسكين من داك دخل هذه سرقه حشات له على المباشر بهدل روحه خوتي. قال لكم شوفوا القوه الملكيه من داك داخلينها، غير اللي شافوها يقولوا تعلموا لي سمعوا بها عندهم فيها النص. هو شاف فيديو تاع طائره هي بغى يدير فيديو، اي من بعد خرج لها الدرابو تاع الجيري. اللي تاعنا ماشي تاعكم انتم، انتم تماكوا كي من هادو هما داخلين غير بوس وركع. لي لايك وزيدوا تبعوا. لا حول ولا قوة الا بالله. راكم تشوفوا شكون راهم جاورينا عياشة. زيدوا تبعوا زيدوا. هذه خوتي من البوس وركع بزاف، لا غالب خوتي، أنا راني نستنى فيه غير وين يحبس بصح والله ما بغى يحبس خوتي، راني غير نتبع خوتي، لا حول ولا قوة إلا بالله، زيدوا تبعوا زيدوا. خوتي الفيديو راه طويل وتخاف نكملوا الفيديو نطول عليكم بطل، يعني ما بغاش يحبس ما عييت نقارع فيه والو خوتي، راه باغي يبقى كيما هكا. وهذه باينه غير الصوره تاع ميميسيس راهي مقابله تاع لبيا راه داير لها كيما هكا خوتي. لا حول ولا قوه الا بالله. هادو هما العياشه اللي قال لك حنايا رجال باش الله اعلم خوتي. يعني دروك عاد عرفت خوتي، ماشي ولوا العصر الجاهليه، هما اصلا راهم عايشين في العصر الجاهليه، مازال ما تقدموا، الناس قدمت وهما راهم مازال عايشين. لي لايك وزيدوا تبعوا. الصبيبيقه هو وحده الصويره شي قدام الملك ديما تنشوفو وتنبوسو عرفتي وفي ريحه واحد الريحه فيه وحق الله الا ريحه عشا الملك. وحق السن حيزب. شوف ها انتوما شوف ومتقوب شوف 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 التقبه. المهم كيما شفتوا خوتي هذه عياشيه ثاني، راكم ما تشوفوا صباط قاعد تسلم عليه ما على باليش لا تاع ميميسيس ولا، المهم صباط راه مثقوب. انا تبان لي ماشي تاع أميرة المؤمنين، يعني راهم حاشين هنا. المهم شفتوا تبهديل حطت حدا الكوادرو تاع ميميسيس وتبوس الصباط خوتي، الصباط مدقلص
لي لايك وزيدوا تبعوا. اي واحد يكره الجزائريين او الجزائر هذا الفيديو تخصك، مش من هناك مازيش تحكم علينا. لا تحكم على الكتاب من غلافي، ما تظلمناش خويا. اسمع منا وبعد احكم علينا. اسمع خويا اسمع واش راح نقول لك وبعد احكم عليا الا بغيت تحكم. انا كجزائري خويا راني نتنفس صاحبي، راني نتنفس الاكسجين كاين الحمد لله يا ربي، راني عايش. وتستمر الحياه، كرهك جمع عليه. السلام عليكم. ما سمعت اي شيء؟ هذا الفيديو لكل واحد يكره الجزائر ولا يكره الجزائريين، بالتالي كرهك جمع عليه كيما راك مولف جمع القرعه. هذه هي الحقيقه، ما عندنا ما نزيدو اكثر من هكا. يعني انتم الناس ماشي تاع تحاور ولا تاع هضره معاكم ولا لا غالب. لايك زيدوا تبعوا. وبمناسبة عيد الفطر السعيد تقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله التهاني بهذه. المهم هذه تاع العيد، هذه الفيديو خدموه الجزائريين، ديجا راني حطيتها لكم يوم العيد خوتي. هذا الفيديو داروه الجزائريين يعني باش يوروا للناس لي اوكي فاش راكم تبوسوا وترفعوا تقولوا عاش، يعني ردوا عليهم بهذا الفيديو. في العيد كيما هكا، ماشي غير في العيد، يعني في كامل اوقات. بوسوا وركعوا وقول عاش لي ما تهلي باش الله اعلم. لي لايك وزيدوا تبعوا. بركة كيشوفوا الملك، وعاش الملك، وعاش سيدنا محر دي الله، محر دي الله، محر دي الله، وعاش الملك، وعاش المخزن. المهم هذا الجزائري مريض خوتي من التالي، وبصح عجب الفيديو نيشان خوتي. هادو هما العياشة كيشوفوا الملك تاعهم، عاش الملك. كملت القوم عاش عاش عاش. الغالب خوتي جماعة بوس وركع هادو دايرين كيما هكا خوتي، هادو هما اللي راهم جاورينا. لي هوك لي لايك وزيدوا تبعوا. رايك في هاشتاك دمار؟ اش من هاشتاك؟ شكون هذا هاشتاك بعدها فين جا؟ هاشتاك صنع جزائري. ولكن بعض الناس اللي سماهم بنكير المداوخ، انا كنقول الهاشتاك خصو يكون يجي ويقول انا اللي درت هادشي والناس اللي معي. البارح كنسمعنا بنكيران كيتكلم مع وزير الداخليه كيقول له وانا ماناش مع الهاشتاك، انا ماناش مع داك الشيء. هادو هما العياشه كيما قلت لكم كامل يتمشوا في القاعه تاع ميميسيس لا غالب خوتي. يعني هذا برلماني مروكي راكم تسمعوا قال لكم هاشتاك صنع جزائري، لا حول ولا قوه الا بالله. على بالي العياشي بلي هذا فيديو شويه قديم، بصح مع ذلك هادو هما نتوما زيد تبعوا. حتى نقول لي حتى كان علي نقول راه الوزير الداخليه انت اللي داير هادشي. انا كنت نسمع منه كان يقولها، لان الراجل دايخ ما عرف ما يدير. حنا الهاشتاك ماشي هو اللي غادي يعمل لنا الحكومه المغرب، راه المخابرات الجزائريه والفيسبوكيين الجزائر وزيد كتايب العداوه ثم راه معاهم اخا بن كيران كيقول كلام وما راه ماشي من اتجاه اخر قسما بالله. ثم المنافسين واحد العدد ديال الاشياء اللي كدار ما كنشوفوهاش احنا. يعني دائما الجزائر زازين، هادو هما الناس اللي هوك اللي راهم جاورينا لا غالب خوتي، عايشين حياتهم باش يتبعوا الجزائر. دائما اي حاجه الجزائر، اي حاجه تصرى عندهم الجزائر دارتها، العسكر دارها، الشعب الجزائري دائما تابعينا خوتي. نهار وما يبرقوا لنا، حنا نخدموا، حنا نطوروا في نفوسنا، حنا عايشين حياتنا وهما يعسوا فينا خوتي. يحسبوا لنا شحال رانا نخرجوا في النهار، شحال رانا نخدموا، شحال رانا نخلصوا. ما قايل ما يديروا، عايشين حياتهم باش يتبعوا الناس وصاي لا غالب عليهم. عندهم الوقت باش يتبعونا، حنا ما عندناش الوقت العياشه، حنا عندنا الوقت باش نخدموا، نساو اموراتنا، نطوروا بلادنا، بصح انتم من داك عندكم الوقت غادي نديروكم باش تعسوا علينا وصاي، هذه هي. المهم راكم تشوفوا، يعني كيما قلت لكم ماشي المراركة ولا العصر الجاهلية، المراركة راهم عايشين في العصر الجاهلي، العياشة خوتنا، العياشة اللي يبوسوا ويركعوا ويقولوا عاش، تبهدل ولا تبهدل، واحد يكون يصلي ينوض من الصلاة بلا ما يسلم بلا ما يتحي ينوض يرقص، واحد دخلها غير هكا امام صوره تاع ميميسيس كل واحد وكيفاش، واحد وصل قال لهم هاشتاغ هو صنع جزائري، هذا برلماني وما بالك الشعب اللي راه عايش هكا، هذا برلماني يعني سياسي وقاري وكامل راكم فاهمين، قال لهم هاشتاغ صنع جزائري، اي روح انت وفهم، روح انت وتحاور مع هذو الناس. فلا غالب قلت لكم ونعاودها لكم، الناس اللي هوك دايرينهم في حياتنا باغي باش نضحكوا ونستمتعوا، يعني ما رانا قادرين باش نتحاوروا معاهم، ما رانا قادرين باش نهضروا معاهم، لان الناس ما عندهمش لا غالب يتمشوا كامل في عقاد تاع ميميسيس. بوس وركع وعاشت أميرة المؤمنين لما تهليا باش الله أعلم.
المهم خاوتي شكرا كاملين الناس اللي تبعوا معنا الفيديو حتى النهايه، نتمنى تكونوا استمتعتوا وضحكتوا بقى لكم على جوارينا اليوم. ما تنساوش غير لايك والبارطاج، دعمونا هذا الفيديو واعطونا رايكم في التعليقات على هذه المقاطع اللي كنتوا تشوفوا فيهم في الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. اعطونا رايكم في التعليقات، وراكم عارفين العيشات تلقوهم اصلا في التعليقات، اي تهلوا فيهم خاوتنا. المهم غير لايك، دعمونا الفيديو، طلعوا خاوتنا، دعموا القناة ايضا، اللي ماش مشترك يشترك وفعلوا زر الجرس باش يصلكم فيديو جديد اللي نحطوه في القناة. ان شاء الله نتلاقاو في حلقة جديدة. سلام.